قسيس علي، اتفضل. انا راح اسالك بعد شوي عن ايه اللي اكتشفته في هويه وشخصيه المسيح، ولكن فعلا انا معني جدا بحاول اصل للنقطه المحوريه. يعني ايوه ايه النقطه المحوريه اللي غيرت حياتك؟ كنت مسلم، ايوه قبلت المسيح. طبعا انت ذكرت عن الشيخ الشعراوي انه كان هو مسبب انك تقرأ في انجيل لوقا، واكتشفت من الاصحاح الاول والاعلان انه المسيح هو القدوس ابن الله، وانه الابن الضال يعني كانت بمثابة تغيير لحياتك، اكتشفت هذه المحبة. ولكن ايه يعني في نقطة أنت صممت، عملت تصميم أنك خلاص تترك الإسلام وتتبع يسوع المسيح، إيه هاي النقطة المحورية اللي خلتك تصل لهذه الدرجة مع أنها خطرة في بعض الأحيان؟ اوكي، لو المسلمين اللي مستمعين ليا يعرفوا اللي قالوا الرب يسوع المسيح في يوم من الايام، وهو الرب يسوع المسيح قاعد مع التلاميذ، جاله واحد من الفريسيين اسمه نيقوديموس. لما راح نيقوديموس ده كان من علماء الفريسيين، وكان في الهيكل، راح له بيقول له انا عارف ان اللي انت بتعمله ما يقدرش يعمله انسان الا اذا كان من عند الله. نعم. فالرب يسوع المسيح بيرد عليه بيقول له ان لم تولد من جديد لا تدخل ملكوت الله. نيقوديموس بيقول له يعني راجل كبير زي يخش بطن امه تاني ويتولد؟ فالرب يسوع المسيح بيقول له إن لم تولد من الماء والروح لن ترى الملكوت السماوي. الولادة الجديدة دي يعني الرب يسوع المسيح اتكلم مع نيقوديموس فيها، دي خلتني أتغير. ليه؟ لأن رسول الإسلام كان بيقول إن المولود بيتولد على الفطنة، وأهله يا إما بيهودوه يا إما بينصروه. هو مش فاهم هو بيقول إيه، لأن التنصير بالنسبة لي أصبح الولادة الجديدة، المخلوق الجديد اللي ربنا بيخلقه عن طريق روح الله نفسه، والنظافة عن طريق الماء. لكن الروح هو الروح القدس اللي أصبح ساكن فينا، بيعلمنا ويرشدنا ويورينا الحقيقة. وكل واحد مسلم، أنا بكلمكم النهاردة، لو لم تعرفوا كيف تصلوا إلى الحياة الأبدية الآن لن تعرفوها أبدا، لأن الآن السماء مفتوحة والرب يسوع المسيح مادي إيده ليكم بيقول لكم تعالوا تعالوا أنا أريحكم. الرب يسوع عايزكم زي ما اختارني يختاركم أنتوا كمان. الرب يسوع المسيح لما كان بيسأل التلاميذ الناس بيقولوا عني إيه، فالناس التلاميذ يقولوا بيقولوا عليك النبي، التلاميذ بيقولوا عليك يوحنا، التلاميذ بيقولوا عليك أشياء كتيرة. لكن الرب يسوع المسيح بيعمل نفس السؤال مرة تانية، بيقول لهم وأنتم ماذا تقولون عني؟ أنا ابن الإنسان. أيوه، فرد عليه الرسول بطرس بيقول له أنت هو المسيح ابن الله الحي. الرب يسوع بيقول له أنا لحما ودما لن يكشف لك ذلك، ولكن أبي الذي في السماوات. إذن الله بيكشف لينا عن نفسه عن طريق الروح القدس، ولكن باستقبال الروح القدس لابد أن تولد من جديد لتصبح إنسان نظيفا بدون خطية، لأن هذه الولادة بتحررك تماما من أولا الخطية الأصلية اللي هي إحنا بنتولد فيها وملناش ذنب فيها، لكن بنتولد فيها لأن
جسد اللي هو والدك وجدك وجدك لحد ما توصل لآدم، مولودين بالخطية بسبب خطية آدم. لكن في خطايا تاني كتير عملتها في حياتك، يعني كذبت، يعني اتجوزت تلات أربعة، يعني عملت حاجات ما يرضاش ربنا. ف الرب دلوقتي بيقول لكم عن طريقي، تعالوا تعالوا إلي جميعا المتعبين، اطلبوا تعطوا، أنا هو نور العالم، أنا هو الموت، أنا هو الحياة ليس الموت. الرب يسوع المسيح يحيي الموتى. آمين آمين قسيس علي. فإذا النقطة المحورية اللي غيرت حياتك هو موضوع الولادة الجديدة أو الولادة الروحية، الولادة من فوق، وآمنت بيسوع وتغيرت حياتك.